Peace and mercy upon you all, everybody. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. اليوم نستكمل مع سلسلة من كل يوم درس جديد في اللغة الإنجليزية. واليوم مع كلمات من حرفين فقط. Words of two letters. دعنا نتعرف عليها وندخل مباشرة في الموضوع. نبدأ بكلمات من حرفين. قبل أن نبدأ علينا أن نضع بعض النقاط الهامة، ألا وهي أن الحروف المتحركة الفايف فاولز A E I O U هي الأهم على الإطلاق، تكاد لا تخلو كلمة في اللغة الإنجليزية من حرف من حروف المتحركة، فهي التي تحدد النطق وهي أيضا تحدد المعنى. نبدأ بحرف الاي. هناك أربع كلمات فقط تحتوي على حرف الاي من حرفين، ألا وهي كلمة آم أكون، وكلمة آن بمعنى شيء واحد، وكلمة آز بمعنى مثل، وكلمة آت بمعنى في. نضعها في جملة بسيطة عندما أقول I am at home، أنا في البيت. I am at home، يبقى خدنا am أكون و at في. I am at home. At 7 o'clock. I am at work at 7 o'clock. أنا في العمل الساعة 7. I am at work at 7 o'clock. كلمة as يعني مثل. عندما أقول as tall as a tree، طويل مثل الشجرة. As big as a bus، كبير مثل الأتوبيس. As tall as a tree، as big as a bus، يبقى كلمة as بمعنى مثل. كلمة am الأكثر استخداما هي وحرف a. a بمعنى شيء واحد وan بمعنى شيء واحد أيضا، بس an نضعها قدام الكلمة التي تبدأ بأي حرف من الحروف المتحركة التي أشرنا إليها من قبل. عندما أقول I have an apple يعني تفاحة واحدة. An I عين واحدة. An ice cream يعني عايز ice cream واحد فقط. An elephant فيل واحد. يبقى am an as at. خلص كلمات من حرفين فيها حرف الـ A. أربع كلمات فقط في القاموس كله. ندخل على حرف الإي. إذا كان حرف الآ يأتي في الأول في الأربع كلمات، فإن حرف الإي يأتي نمبر 2. أربع كلمات فقط تحتوي على حرف الإي. كلمة هي هو، وي نحن، بي يكون، مي يعني أنا، بس مي أنا للمفعول. I play football، أنا ألعب كرة. بي يكون، مي يعني أنا، بس مي أنا للمفعول. I play football، أنا ألعب كرة. Come with me، تعال معي، يبقى مي أنا بس للمفعول. نضعها في بعض الجمل البسيطة. He is at home، هو يكون في البيت. He is at home، يبقى كلمة he يعني هو. We يعني نحن. We are friends. We are friends، نحن نكون أصدقاء. We are happy، نحن سعداء. We are sad، نحن منتهى الحزن. كلمة be من حرفين، be. be يعني يكون، وأشهر مثل قلناه من قبل to be or not to be، that is the question. To be or not to be، that's the question. أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال أو تلك هي المعضلة. شكسبير، أوكي؟ طيب، كلمة مي، إحنا قلنا I أنا ومي أنا، إيه الفرق؟ لما أقول لك come with me، تعال معي. come with me، give me، أعطيني أنا، يبقى مي أنا بس للمفعول، أوكي؟ يبقى خدنا هي وي وبي ومي، أربع كلمات فقط من حرفين بها حرف الإي، تمام. ندخل على حرف الآي. أيضا أربع كلمات فقط في القاموس كله بها حرف الآي تتكون من حرفين.
كلمة if يعني إذا أو لو، in يعني في، is يكون، و it هو أو هي الغير العاقل. If I were you، لو أنا كنت مكانك، I would accept، كنت قبلت، I would travel، كنت سفرت. If I were you، if يعني إذا أو لو، in يعني في، in the car في السيارة، in the sea في البحر، in the class في الفصل، يبقى in بمعنى في. أما كلمة is يعني يكون بس للمفرد، he هو is my friend، هو يكون صديقي، he is American، he is British، he is Egyptian، هو يكون مصري. آخر حاجة كلمة it لغير العاقل، هو أو هي الغير العاقل، it is an apple، دي تفاحة، it is an elephant، ده فيل، it is لغير العاقل، هو أو هي غير العاقل. ندخل على حرف الأو. الأو break the rule، بيكسر القاعدة، يأخذ ثمن كلمات بها حرف الأو من حرفين. إذن نكتشف أن الأو من الكلمات من الحروف الهامة جدا. تعالوا كده نشوف الأو كلمات من حرفين. كلمة do يفعل، دي أو. كلمة go يذهب. كلمة no يعني لا. so يعني جدا أو so لذلك. to يعني إلى. الأربع كلمات دولة أو الخمس كلمات دولة الأو الحرف الثاني. أربع كلمات كمان من حرفين فيهم حرف الأو، بس الأو يأتي الأول. number one كلمة on على، off يعني من، or يعني أو للاختيار، وكلمة ox يعني ثور، ثور الثور الكبير. تعال كده نتعرف عليهم في جمل بسيطة. عندما أقول I go to school on foot، I go to school by bus، I go يعني أذهب، I go to school on foot، I go to school by bus، I go to school، I go to work، I go to hospital، I go to أي مكان، I go to. أوكي، يبقى go يعني يذهب. تمام. كلمة do يعني يفعل، I do my homework، I do my job، يبقى do يعني يفعل. كلمة no مع كلمة or كمان، or للاختيار يعني أو، و no يعني لا. yes or no تختار، yes or no، yes or no، no لا yes، يبقى بتختار واحدة من اتنين زي tea or coffee، شاي ولا قهوة، something cold or something hot، شيء سائع أو شيء بارد، يبقى tea or coffee، يبقى or للاختيار وكلمة no يعني لا. ممكن كمان نقول كلمة so بمعنى جدا، so good، so happy، so good يعني كويس جدا، so happy سعيد جدا، so bad سيء جدا، يبقى so من أكثر الكلمات استخداما. كلمة of يعني من، cup of tea، cup of coffee فنجان من القهوة، glass of tea كوباية شاي، كوب من الشاي، يبقى of يعني من. تمام. cup of tea، glass of tea، cup of coffee. okay. piece of cheese قطعة جبنة، piece of meat قطعة لحمة أو من اللحمة. يبقى خدنا النهاردة حرف الأو. ندخل كمان على حرف اليو، به كلمتان فقط من حرفين. كلمة up يعني فوق، up and down فوق وتحت أو أسفل، stand up قف، sit down اجلس، turn up يعلي، turn up يعلي الصوت، turn up، turn up زجاج علي أو زود، turn down يهدي يوطي، يبقى up فوق down تحت، stand up sit down turn up turn down. كلمة us US، us دي يعني نحن، بس وي نحن للفاعل وأص نحن للمفعول، زي I أنا للفاعل ومي أنا للمفعول. لما أقول come with us تعال معنا، come with us
Let us go. دعونا نذهب. Let us go. يبقى come was us. Let us go. طيب إذا خدنا كده A و E و I و O و Y. Y به كلمتان فقط. إحنا قلنا الخمس حروف متحركة. أما للواي ده، الواي ده بيسموه semi vowel. Semi vowel يعني نصف متحرك ونصف ساكن. به كلمتان فقط. كلمة my يعني ملكي، وكلمة by بواسطة أو بجوار. في جملة بسيطة عندما أقول my head رأسي، my ear my mouth، my nose my ear، my يعني ملكي، my car my friend. أوكي، يبقى my يعني ملكي، حاجة ملكي الخاصة. وكلمة by بواسطة I go to school by car، I go to school by bus، I travel by plane by ship، by sea بالبحر، by لكن ممكن by the tree، by the tree ما اقولش بواسطة الشجرة، لا by tree بالشجرة، لكن by the tree يعني بجوار الشجرة. by sea بحرا، سافرت بحرا، لكن by the sea بجوار البحر. I live by the sea، أنا أعيش بجوار البحر. تمام. Until we meet again we say goodbye. Just enjoy your time and wait me for the next video مع سلسلة من كل يوم درس جديد وشيء جديد في اللغة الإنجليزية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.